الجماعات الاخرى سيدي بوزيد تجد نفسها مع حكومه بن علي ونظام بن علي يمارس عليها نفس الدور وتعيش نفس شغف العيش بالاقصاء والتهميش والعزله. انتصرت الثوره بجسد ابنها البار محمد البوعزيزي، تفجرت الثوره هنا بسيدي بوزيد مره اخرى. لكن رغم التضحيات والجراح تجد سيدي بوزيد نفسها بذات المربع. بعد سنتين من حكم الترويكا تجد سيدي بوزيد والولايات الاخرى الشبيهه بها في حاله من التهميش المتعمد والمقصود من اجل اذلالكم. ولن تذلوكم ولن نذلوكم لانهم لا يعرفون معنى الكرامه. لازلنا رايت حزب ولازلنا شيء، وعملوا البطالة رايت بنتعم الثور، وعملوا المفقرين المهمشي وليمون. أنت بطالة؟ نعم، بطالة لما برطبط مولاس مول مترس. بطالة مترس برطبط مولاس. عقيد البطالة وعقيد. عقيد البطالة؟ هذاك رايت في البطالة، هذاك عارف في البطالة. أوكي. نجموش خارج الدستور قاعده تعمل في المكياج ب 20 مليون في وجهها وقاعد يطلب فيه شر لهنا. هذا تشوفيها لاباس عليها، تسمى لاباس عليها. البريمي خرج من عنده يجيبوا 10000 فرنك. ما تخموش تمشيوا لتونس تحتاجوا على اللي صاير. باش نحتاجوا في تونس؟ نحن كذا باش نحتاجوا؟ ما نحتاجين لهنا، احنا احتاجين لهنا. طيحنا بن علي في تونس، شكون طيح بن علي؟ مكثرها كل جد زاد سيدي بوزيد، ومن بعد في الاخر فاقوا بالحكايه كل شيء وقفوا قالوا هاي سيدي بوزيد عمل وتبعوا سيدي بوزيد ولا معناتها كل شيء. في الاخر قلبوا على الثوره من اللي كانت 17 ديسمبر ردوها 14 جانفي. حتى مضات بدلوا. شو الحل بالنسبه لك؟ حل الثوره من جديد. حل الثوره. ثوره 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 حتى الصباح. كيف قاعدين تحضروا لها الثوره هذيا؟ الثوره ما تحضر ليش؟ الثوره تجيب تبيعتها. في زوز ثواني تجي ثورة ما معناتها مشكلة. شنو حويل الحرقة في سيدي بوزيد؟ حرقة ما عندناش حرقة، باش تمشي حرقة باش تمشي لإيطاليا. علي أنا جيت عمني ولقيت برشا عبيد حرق. برشا حتى وليد صغار 16 15. كانوا على بالنا باش يمشوا لإيطاليا، ندرى شنو مشوا لإيطاليا فيها حد شيء إيطاليا. فيها حد شيء إيطاليا، شنو واش فيها؟ إيطاليا سيدي بوزيد خير من شوف اخويا كاش نادي مع مسالك غير اربع تجي انت للترجيح معانا تصبر ان شاء الله.